اهلا وسهلا بكم في صبر ير. اسمع برجلية، قعدنا في الحشمة راهو. لا بالرسمي بالرسمي، قدرنا طاح راهو في بورصة الرجلة. ملي كنا نحن العرب خويا رمز الرجولة وصناديد في كل محفل وعيد، راهو ولاو يرميو علينا في المعنى راهو هذوكم. انا نقول لكم راهو ولاو يخرجوا علينا في اشاعات مغرضة من شأن احباط ما بنيناه من انجازات راهو جبارة على مر العصور. البارح نقرا انا في موقع لو موند كاتبين علينا ارتيكل حشم راهو. قال لك العرب عاجزون عن تقديم اي حلول بخصوص المأساة في غزة. باهي هكا تجيبوا في الكلام، باهي عجبكم هكا احباط العزام، العرب عاجزون، احنا عاجزون خويا، النمو الديموغرافي في القمة، عاجزون تاع شنيا ولد العكري. ريت ما وريت ريت كيما كي تجيبوا لنا في التنمر، ريت كي تشوهوا لنا في سمعتنا امام الدول الغربية. حبوا يحبطوا لنا العزام، هاي لو مونت خويا، ولا يسمعوا فينا في الكلام. قالت لك عاجزون وكاتبين راهو كابل بونت العريض راهو هاي في اللايون نتاعهم اكل نتاع اسمع اللي ما سمعتش، العرب راهم عاجزون. اخويا كي محمود عباس والسيسي وبن سلمان وجماعه القمه العربيه الاسلاميه عاجزون. شو بالعربيه شنو ذنبها اخويا دخلوا فيها في العجه معلم؟ لا ما تحطش نفس الشكاره عشكا، حكام حاجه وشعوب حاجه راهو. وصلوا التوريست يحكي لكم على الانتصارات نتاع المقاومه الشعبيه في الوتر غاديك راهو، كل شيء موثق راهو. لا والله اسمع ما جابوا لنا الكلام كانك الحكام العربي ماك المواقف نتاعهم، ما شوهوا لنا سمعتنا كان هما. اخويا تصور انتم جريده لو موند ولا قلبها على غزه ومتحيرين كيفاش نحن عاجزون. فرانسيس راهو هذوما، تعرف شمعتها فرانسيس؟ معناتها فرانسيس. الاعلام الفرنسي خويا ولا يتقزدر علينا خويا ويعطي فينا في الدروس. وانت راهو اسمع، انت كي تحب تقطع شعرك بعروق امشي تفرج في الاعلام الفرنسي. حاجه من ارمز ما تتفرج راهو الاعلام الفرنسي راهو. برامج التليبوبيل اللي عندنا يتسموا ومضات توعويه عندهم الغاديك راهو. انت تحب تفهم انت موقف الاعلام الفرنسي مليح 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 في السياسه، امشي تفرج في البرامج السياسيه نتاعهم اللي تبدا مع العشره نتاع الليل. هذوك اللي نحن هذوك عاملين عندهم برامج سياسيه في الافتر وورك، تفهم علاش عادي انهم كيك الفرنسيس يلبسوا شلاكه وكلاست منشفة في الصيف، عادي جدا عندهم. عندي برامج حاجه وعندهم دينار من البرامج هذوما راهو، منظمين بالتدقيق راهو، شبيك عندهم قواعد مضبوطه راهو. قول تلقى البلاتو شنو ديما فيه البلاتو؟ عندك انيماتور هذاك عينيه طايحه وشعره واقف هكا ومش محجم اللحيه بتاعك اللي الجمال جمال الروح والفايده في البلحوح، هذاك الانيماتور. وبحذاه على اليمين ديما تلقى كرونيكور اصلع بمرايات، ديما هذاك موجوده، ديما عندهم واحد اصلع بالمرايات هذاك ما يتنحاش، هذاك ما يتنحاش. وعلى اليسار ثم راجلك مكستم كي ولابس اكل كرافات الجويد هذيك، تقول لك الجويد تقول ملهوث لافع على كرومته، ويحكي ديما 5 كيلومتر في الساعه، يحكي ديقة كل هكا على هكا سفيان بن حميده، اما في 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 صاده ولومبراياج يلكلك. افهم انت. ويبدا معاهم زاده ديما يبدا راجل كبير هكا وحمريتي ويهودي ديما ثم يهودي راه موجود هكا ما تعداش برنامج شيء. ويا تلقاه شنو اليهودي هذا؟ يا تلقاه يهودي كان جندي في اسرائيل، يا عاش في اسرائيل، يا خدم قبل في اسرائيل وروح، يا تخلص في اسرائيل. وديما في نفس البلاتو هذا معاهم كي تبدا مراه كبيره مش يهوديه اما تكره المسلمين. وفي اخر الطاوله هذه، في اخر الطاوله عاد هذيك تلقاها ديما هكذيك هكا فتاه هكا شابه هكا قمحي من اصول مغاربيه اما بهيما يسري وتكره العربي. هذوما في كل بلاتو فرنساوي تلقاهم خويا، اما بلاتو متوازن راهو، لا يبدا بلاتو متوازن، واحد يهودي واربعه يكرهوا المسلمين. وعديوا لك خويا عاد ليله كامله هما يسبوا في حماس، ويعديوا في فيديوهات الجنود الصهاينه ويبكيوا ونوحوا لك الصهاينه. وكي تتفرج انت في الاعلام الفرنسي شيد من تحس انه الصهاينه هكا مساكن عايشين على رواحهم في بلادهم اسرائيل، بلادهم يا اخي. في عام 48 زدموا عليهم الفلسطينيين الكفار بالسيوف وكذا وخرجوهم من ديارهم، ويحسوك انه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها والفلسطينيين ارهابيين وجاوا استعمروا اسرائيل. مال ما هذاك علاش هو يقول لك الاعلام الفرنسي خطر على البشريه؟ لانه اي واحد واعي هكا وذكي ما تعديش عليه، اما اي واحد يكون سطل لك في مخه ويتفرج في الاعلام الفرنسي باش يولي يخرج يقول لك ودين العنف من الطرفين. هذاك كيفاش يخرج؟ اخي الفرنسيس شي الفرنسيس هم الشعب نتاعهم غاديك اغلبهم، شي اللي بهمهم هم غاديك؟ اما الاعلام نتاعهم. اخي الفرنساوي تخيبوا انت عنده وقت ولا وسع بال باش يمشي يبحث على المعلومه ويحل ويميز ويدقق؟ يا بدن اخوي الفرنساوي
اللي تمده له التلفزه يقول بسم الله وياكله. ناس مش فاضيه غادي كتخدم خاخره. اما برج وليا ما يجيش هذيك تقولوا علينا العرب عاجزون. ومن بيته من الزجاج لا يرمي شقوفات في الطريق العامره. وشدوا اعلامكم لنسيبوا عليكم كرونيكورات لا ترحم امام الليفتينغ والبومضات. فحذاري وشدوا علينا كذريري وانا هاني صابروا برا. سابريار شكرا صابر الوسلاتي. خليوا تعليق للناس على 73 24 30.